السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا إلى موعد الثالثة. بداية، تطرق رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في اللقاء الإعلامي الدوري إلى العديد من ملفات الراهن الوطني والدولي، حيث استعرض الوضع السياسي والاستقرار الذي تنعم به الجزائر والمكاسب التي حققتها الدبلوماسية الجزائرية، وكذا المؤشرات الاقتصادية الإيجابية المعترف بها من قبل المؤسسات المالية الدولية. رئيس الجمهورية أكد أن زيارته إلى ولاية تيزي وزو كانت أكثر من ناجحة، مثنيا على حفاوة الاستقبال والترحاب، موضحا أن الولاية دخلت مرحلة تنموية جديدة. والله أعتقد أنها زيارة أكثر من ناجحة، وشاكر كل الشكر للمواطنات والمواطنين على الحماس نتاعهم في الترحاب واستقبالي واستقبال الوفد المرافق معايا. أعتقد أن تيزي وزو دخلت في مرحلة جديدة للتنمية، وأنا كل أذان صاغية لمشاكلهم، مثل ما كانت أذان صاغية لمشاكل خنشلة وتندوف. رئيس الجمهورية أكد أن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة على السكة التنموية في مسار أساسه تلبية حاجية المواطن أولا، ثم بناء قوة اقتصادية مبنية على المؤشرات الحقيقية. الحمد لله خطينا أشواط كبيرة في جعل الجزائر في السكة التنموية، رغبة في تلبية حاجيات المواطن أولا، ثانيا لجعل الجزائر قوة اقتصادية، وهذه الرغبة نتاعنا. احنا ما نمشيش فقط بالنظرة هكا الواسعة، نمشي بالمؤشرات. اليوم كل المؤشرات تاعنا تدل، والمؤشرات التي هي معترف بها من طرف صندوق النقد الدولي والبنك العالمي أنها مؤشرات حقيقية. السيد رئيس الجمهورية أكد أن الجزائر التي استرجعت مكانتها بين الأمم تنتهج الحوار المتواصل، مبرزا أن كلمة الجزائر معترف بها دوليا. زيارة في باري في إيطاليا أعطت دلائل الشعب الجزائري أن الجزائر استرجعت مكانتها. شيء طبيعي أنها تتحاور مع الكبار، شيء طبيعي أنها تتحاور مع المحيط المتوسط نتاعها، أن كلمتها معترف بها، لأن كلمة راكزة على حقائق، على المعاش اليومي نتاعها وعلى القوة نتاعها داخليا. رئيس الجمهورية أعلن عن نيته الترشح لعهدة رئاسية ثانية، مبرزا أن قرار الترشح جاء نزولا عند رغبة كثير من الأحزاب السياسية والمنظمات السياسية وغير السياسية والشباب. نزولا عند الرغبة نتاع كثير من الأحزاب والمنظمات السياسية وغير السياسية والشباب نتاعنا. أعتقد أن الأوان أن أعلن أني سأترشح لعهدة ثانية مثل ما يسمح بها الدستور. إذا الشعب قرر التزكية أهلا وسهلا، وإلا نكون قمت بواجب، يعني من جزء من الواجب، واللي يجي يكمل. رئيس الجمهورية أكد أنه كان وسيبقى مترشح الشباب والمجتمع المدني، مثنيا على التفاف عديد الأطياف السياسية حول دعوته للترشح لعهدة رئاسية ثانية. في ترشيح 2019 قلت أنا مترشح تاع الجميع، الطبقة الشبانية والمجتمع المدني، وسيكون نفس الشيء بالنسبة للترشح للعهدة الثانية. إذا قبل الشباب قبل المجتمع المدني، وشاكر كل الشكر على الثقة تاع الأحزاب اللي ساندتني، واذكرها جبهة التحرير
حركة البناء، التجمع الوطني، جبهة المستقبل، صوت الشعب، مختلف الأطياف السياسية الجزائرية ديمقراطي ومختلف سيرك. راكم سمعت في تيزوز البارح الشباب تاعك يطلب عهدة ثانية وكذا، إن شاء الله إن شاء الله نكملوا. رئيس الجمهورية أكد أن الروح الوطنية ثابت لا يتغير عند جميع الجزائريين. الحمد لله ترعرعنا في بيئة وطنية تاع إيمان قوي، إيمان بالثورة، إيمان بالرجال، بالمقاومة، وترسخت فينا، صبحت تجري في الدماء تاعنا. الجزائر احنا عندنا في الدماء تاعنا كيانا كي محيط انتهي. السيد رئيس الجمهورية أكد أن المعطيات الحالية من شأنها التأسيس لمستقبل واعد للجزائر الجديدة. الجزائر مهابة الجانب، لا عسكريا ولا اقتصاديا ولا علميا ولا. احنا اليوم الحمد لله كل معترف، الخصم قبل صديق، معترف بنجاحات الاقتصادية تاع الجزائر. الدخل القومي ارتفع، أجور ارتفعت وما زالت ترتفع تاني من جديد إن شاء الله. الاستثمار عاود خدا المسار نتاعو، اليوم فيه ما يقارب 8000 رغبة استثمار عند لابي. هذه كلها خلقت جو اللي خلينا خلي كاع الجزائريين وانا ما بينهم متفائلين مستقبل اخر اقتصادي ان شاء الله. السيد الرئيس أكد مواصلة درب البناء على جميع المستويات في مناخ أكثر صحة واستقرار إلى غاية بلوغ الأهداف المنشودة. جعل الجزائر إن شاء الله في بر الأمان على كل المستويات، كل المستويات، حتى ربما يتسنى لكل مواطنين والمواطنات النزهاء مستقبلا أنهم يطمحوا في تسيير بلد عادي. حاربنا الكوفيد وحاربنا العصابات سنتين، يعني العهدة هذه تقلصت إلى سنتين ونصف ثلاث سنوات، ما فيش. العهدة الجاية إن شاء الله تكون فيه متسع تاع الوقت أكثر لترسيخ كل ما بدينا فيه من ناحية الاقتصادية من ناحية العلمية. وتحسبا للرئاسيات المقبلة تتواصل عملية سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية إلى غاية منتصف ليلة الخميس 18 جويلية الجاري، حيث سحب أمس المفوض عن الراغب في الترشح السيد عبد المجيد تبون استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية، ليبلغ بذلك عدد الراغبين في الترشح إلى حد الساعة 35 من الأحرار والأحزاب السياسية. هذا ورحبت الأحزاب والمنظمات السياسية وغير السياسية التي دعت رئيس الجمهورية إلى الترشح لعهدة رئاسية ثانية، رحبت في بيانات لها أمس بإعلان السيد عبد المجيد تبون ترشحه، معتبرة الخطوة تاريخية من أجل استكمال مسيرة البناء والتشييد والمضي قدما بالجزائر نحو مستقبل واعد ينشده الشعب الجزائري، مؤكدة التجند التام من أجل إنجاح الموعد الديمقراطي الهام وتحقيق مشاركة شعبية قياسية. دعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وسائل الإعلام الدولية إلى تقديم طلبات الاعتماد لتغطية الانتخابات الرئاسية المسبقة، وذلك لدى البعثة الدبلوماسية أو ممثلي القنصلية الجزائرية في البلد الذي يوجد به المقر الاجتماعي للهيئة المستخدمة الخاضعة لقانون أجنبي، ابتداء من تاريخ 15 جويلية 2024 إلى غاية 20 أوت 2024، وذلك تقديم الوثائق التي تظهر على الشاشة. مشاهدينا، بذا نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز، شكرا لكم على المتابعة، في أمان الله.